السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في تكملة أجزاء أرخص سيارات محترمة مستعملة في مصر. سلسلة الحلقات دي بدأت بالجزء الأول واللي كان بيتكلم على سعر من 5 إلى 10 آلاف جنيه، وبعدها عملت له ملحق علشان الناس اللي بتشكك في السعر وبيقولوا مفيش الأرقام دي، وضحت لهم بالإثباتات فيديو أكتر من ساعة كاملة في كل العربيات، والسعر كان من موقع اوليكس. ولو اعرف اخد بايديهم علشان اوريهم الاسعار دي في سوق السيارات كنت عملت. الجزء الثاني سعر من 10 إلى 20 ألف جنيه، والجزء الثالث كان سعر من 20 إلى 30 ألف جنيه. في الجزء الثاني والثالث حطيت الاثباتات داخل الفيديوهات، يعني بعد ما بخلص شرح كل عربية بجيب سعر 3 عربيات اصحابهم عارضينهم بالرقم ده على اوليكس. وطبعا الموضوع ده بيطول الفيديو والناس بتمل، علشان كده في الفيديو ده هنستعرض كل العربيات مواصفات وسعر ومميزات وعيوب، والإثباتات هخليها في الآخر للي عايز يتأكد علشان ما نطولش على أصدقائنا اللي مش محتاجين الإثبات. وفيديو النهاردة هنكمل فيه باقي الأجزاء وهنتكلم عن العربيات الاعتمادية المحترمة اللي بسعر من 30 إلى 40 ألف جنيه. هنسيب أنواع كتير مش هنتكلم عليها لانها بقت نادرة او قطع غيارها انعدمت او حالة المعروض منها للبيع سيئة، وطبعا هنبعد عن الامريكاني كله الستة والتمانية سلندر. يعني من الاخر هنتكلم عن العربيات مشاكلها قليلة وحمولة ويعتمد عليها. لو استفدت من الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يجيلك الجديد، ودوس لايك للفيديو لو عجبك وشير علشان ناس اكتر تستفيد. نبدأ على بركة الله. اول نوع معانا هي السيارة بي ام دبليو بجميع فئاتها 316 318 518 و320 و520 و528 موديلات من سنة 77 الى سنة 85. العربيات بي ام دبليو كل نوع فيها عاوز فيديو لوحده لانها عربيات محترمة جدا حتى وهي في السن الكبير ده. في 2010 شخصيا انا كان عندي عربية بي ام دبليو 520 موديل 79، وكنت بسافر بيها كل يوم ذهاب وعودة من القاهرة الى قرية في طنطا، وكل صيف كنت بروح بيها مرسى مطروح وانا محمل الاسرة بالكامل بشنطهم. وما شاء الله العربية عمرها ما قلت باصلها وكانت شغالة بدون اي شكوى 3 سنوات. اللي قصدي اقوله انك لو اشتريت كويس، يعني عربية حالتها كويسة وتعبت شوية في الشراء، هتستريح بعد كده. تم اطلاق الجيل الاول من سيارات بي ام دبليو الفئة الثالثة في سنة 75، لتلحقها بعد كده 5 اجيال من هذا الطراز اللي يعتبر ما انجح ما قدمت بي ام دبليو في تاريخها، فهو يمثل تقريبا 30% من مبيعات بي ام دبليو في تاريخها، الى جانب حصوله على جوائز عالمية عديدة مشهورة في تاريخ صناعة السيارات. بالنسبة لمواصفات 316 مثلا، ومنها تحكمه على الفئات الاعلى، سعة المحرك 1573 سي سي، 4 اسطوانات 2 صباب، المحرك راكب بالطول، قدرة المحرك 86 حصان وعزمه 182 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة، نظام الوقود بتاعها كاربراتير، صندوق تروسها 4 سرعات يدوي، سرعتها القصوى 175 كيلومتر في الساعة. سنة 75 كان أول ظهور لموديلات الفئة الثالثة تحت اسم رمزي E21، كانت تمتلك محرك 4 اسطوانات زي 316 318 و320 بي ام دبليو. موديل 77 ظهر المحرك ذو 6 اسطوانات في كل من 320 و323. اما سنة 79 تم عمل تعديل طفيف على الشكل الخارجي للسيارات، في نهاية 82 ظهور موديل E30، وكانت متوفرة ب4 اسطوانات كما في 316 و318 اي، او 6 اسطوانات كما في 320 اي و323 اي. مميزات البي ام دبليو عموما، عربية اعتمادية وسريعة وسحبها زي الجديد، واستهلاكها للوقود بالمحرك ال 1600 سي سي معقول جدا، بتعمل 12 لتر لكل 100 كيلومتر على الطريق السريع لو الموتور مظبوط. الشكل الخارجي حديث وانسيابي وشبابي جدا، عربية ألماني تصميم وخامات وتجميع، وهتحس بالكلام ده طول الوقت. عيوبها تتلخص في التقادم وقطع الغيار الغالية واللي ممكن بعضها تلف عليه شوية، ولكن القطع
موجوده استيراد هتركبها وتنساها. النوع الثاني معانا السياره الفرنسيه بيجو 504 موديل 79، وبيجو 505 موديل 80، وبيجو ستيشن موديل السبعينات. ودي انا شايف انها اختيار مناسب للاسر الكبيره، ممكن السعر ده يخبط كمان في موديل 405 تسعينات بس مش كتير. عموما البيجو 504 عربيه محترمه وخصوصا موديل 79، وبالنسبه لل 505 الفرنساوي عربيه حكايه. هتسألني اشمعنى البيجو 504 موديل 79 مختلف في السعر عن الموديلات السابقة والتالية؟ هقولك لانها كانت ختام لتحديث سنين في العربية بيجو 504، بمعنى ان سنة 79 كان الموديل الجي ال ده موجود بكربراتير كهرباء، وكان ليه فتحتين كل فتحة قطرها تقريبا 5 سنتي، وده علشان يدخل بنزين زيادة، والعين التانية بتفتح وتنزل بنزين بعد 100 كيلومتر، علشان كده مشهور عنها الصوت بيوطى بعد 100 كيلومتر في الساعة، وبرضو عندها قدرة توصل ل 180 كيلومتر بسهولة جدا لو الطريق يسمح. في مقولة أخرى إن مصانع السيارات في أوروبا عملت سنة 79 مسابقة لأحسن سيارة من ناحية الجودة والمتانة والاستحمال والخامات، فتنافست المصانع في هذه السنة لإنتاج أحسن ما عندهم للفوز بالمسابقة، عشان كده هنلاقي موديل 79 في معظم أنواع السيارات من أحسن وأمتن سنوات الصنع، سواء في بيجو أو مرسيدس أو بي إم إلى آخره. بيجو 504 تعتبر وحش الطريق الزراعي المكسر المدغدغ، لأن هي العربية اللي حتى وقتنا هذا فيها سوسة مش كبالن، ممكن تحمل فوق الشبكة بتاعتها أي حمولة مش هتقولك لأ، وبتمتاز بقوتها لأنها مصنوعة على شكل بيجو قديم اللي كانوا بيستخدموا فيه النيكل في صناعة الاكسدامات وخامات تقيلة في صناعة الشاسيه والجسم، بعكس التصميم الحالي والتصنيع الحالي للسيارات الحديثة. تبلغ السرعة القصوى للسيارة 189 كيلومتر في الساعة، ونسبة استهلاكها للوقود بتقدر ب 11 لتر لكل 100 كيلومتر على الطرق السريعة، والكلام ده لو الموتور مظبوط بالمواصفات البسيطة دي. حققت السيارة بيجو السمعة الطيبة على مدى نص قرن. فيها شوية عيوب زي ان حاليا تقريبا مفيش اكسسوارات بيجو 504 جديدة، او ممكن تتعب شوية عشان تجيب قطع غيار 504، بس هتلاقي منها قطع غيار استيراد، ومؤكد حاليا على لسان اغلبية الميكانيكية ان كربراتير البيجو 504 خلاص مفيش منه جديد، وخصوصا ان العربية قربت تختفي من الاسواق بعد تقرير انتاج اخر سيارة من هذا النوع في نيجيريا، ودي البلد اللي كانت بتنتج قطع الغيار طوال السنوات الماضية، وده اللي ساهم في اعلاء اسم بيجو 504 منذ بدايتها حتى سنة 2005. مشكلة كمان انها كانت بتستخدم كتاكسي، يعني هتلاقيها متهانة شوية نظرا لانها مستهلكة، علشان كده لازم تركز علشان ممكن تكون مش كويسة او صاحبها مظبطها ومداري العيوب اللي فيها. المهم ان انت لما تشتري 504 لازم تبص على البارومة والقوايم وحوض الموتور والشنطة، وكمان لازم يكون رقم الشاسيه هو رقم الموتور، وتكشف بالجهاز في محطة بنزين على الصاج والشاسيه واللحامات، علشان العربيات دي كانت مطلوبة جدا وتلعب فيها كتير، وكتير منها دخلت من ليبيا واتقطعت أرقام الشاسيه من عربيات عاملة حادثة وركبت على العربيات الليبي، ودي قصة مشهورة كانت بتتعمل زمان وعاوزة لها فيديو مخصوص. النوع الثالث معانا السيارة جيلي موديل الألفينات، وفي منها فئات كتير زي السي كي والإم كي والمابل، وبنسميها في مصر فروتا، ومنها السيدان والهاتشباك، كلهم صيني، من قدام شبه المرسيدس العيون، ومن ورا شبه تويوتا كرولا 2006 تقريبا، يعني كوكتيل أصلي من مصنع. وهي تعتبر من أول السيارات الصيني اللي نزلت مصر هي والشيري، وكانوا عاوزين يعملوا سمعة طيبة علشان يغزوا الأسواق المصرية لباقي الأنواع اللي جت بعد كده. تتميز السيارة بنظام تعليق متطور، ماكفرسون أمامي وعمود خلفي بيساعد على ثبات السيارة واتزانها في الطرق الغير ممهدة. العربية مرتفعة عن الأرض ومش بتحك في المطبات، ودي حاجة كويسة. موتورها 1300 سي سي بقدرة 86 حصان، عربية عافية جدا رغم انها 1300 سي سي، والموتور بتاعها كويس جدا والتكييف بتاعها شغال عليه زي الفل. عجلة قيادة شغالة هاف باور، أحزمة أمان أمامية وخلفية، فيها مرايات رؤية خلفية منتصر الضوء، ضوء الاستوب الخلفي مرتفع، إقفال أمان خلفية للأبواب لحماية الأطفال. موتورها هادي جدا ومش هتسمع له صوت.
سوبر سايلنت، بيستخدم نظام الحقن الإلكتروني من بوش الألمانية، مما ينعكس على استهلاك الوقود اللي بيوصل ل6.5 لتر لكل 100 كيلومتر مقطوعة، وتعد الاقتصادية في فئتها. فيها زجاج كهرباء أمامي وخلفي، أقفال مركزية، مزيب صقيع للزجاج الخلفي، ريموت كنترول، فوانيس شبورة. المشكلة الحقيقية فيها هي الكبالن، يعني لو كانت مطب بسرعة جامدة اعرف ان انت هتغيرها في خلال شهر. الفوانيس والبيبان والصاج غاليين. فيها مشكلة كمان في أزرار الزجاج والتكييف والأكر، إنها بتبوظ بسرعة. النوع الرابع معنا هي السيارة دايهاتسو موديلات التسعينات، ومنها فئات شارد وميرا وأبلوز وكانشل، وطبعا أفضلهم هي الشارد، ولا أنصح بشراء باقي الفئات. كلامنا على الشارد فقط. دايهاتسو شارد هاتشباك صغيرة في مصر بمحرك 1000 أو 1300 سي سي، وطبعا لو لقيت الموتور 1300 سي سي بأحسن. تعد دايهاتسو شارد من السيارات الصغيرة المميزة اللي حققت انتشار كبير، وهي سيارة سوبر ميني صنعت في الفترة من 77 إلى سنة 2000، والغريب انها واسعة من جوه. المحرك سعة 1000 سي سي بقوة 47 حصان وسرعة قصوى 140 كيلومتر في الساعة، والتاني محرك سعة 1300 سي سي بقوة 52 حصان وسرعة قصوى 160 كيلومتر في الساعة، وكلاهما يرتبط بنوعين من نقل الحركة، الأول يدوي من 5 سرعات والتاني أوتوماتيك. يعيب العربية انخفاضها وقربها من الأرض، كما أن التكييف في حال تواجده بيضعف أدائها، وخصوصا في النسخة اللي بمحرك 1000 سي سي. عشان كده أنا نصحتك بال 1300 سي سي. وفي ميزة وعيب في نفس الوقت، وهي أن عفشتها ناعمة، وعلشان العربية قريبة من الأرض هتحك في كل المطبات. صالونها جيد، ويؤكد ملاكها أنهم بيسافروا بيها من غير مشاكل، كما أنها اقتصادية في استهلاك البنزين، وقطع غيارها متوفرة ورخيصة وأعطالها بسيطة ومش بتسخن، ومحركها صوته منخفض وقيادتها مريحة، يعني هتحس ان انت راكب زيرو ياباني. خامس نوع هو الدايو موديلات التسعينات، ومنها فئات كتير زي ريسر وسبيرو وماتيز وسيالو وزاز وتيكو. طبعا اللي ما يعرفش الانواع دي هيفتكرني بقول تعويزة. العربيات دي محترمة، وفي منها فئات قطع غيارها تعتبر نادرة، وانواع تانية موجودة بس هتلف عليها شوية. يعني مثلا دايو سيالو زاز وتيكو اعتبرهم كوكتيل عربيات، علشان مش هتلاقي قطع غيار ليهم، وبيضطروا يوفقوا مع انواع تانية. اما ريسر وسبيرو لسه موجود ليهم قطع غيار، بس تجار قليلين اللي شغالين فيها، واللي معروض منها للبيع حالته سيئة. هنتكلم عن الدايو ماتيز لان بقيتهم مشاكلهم كتير، ولا انصح بشرائهم. عربية دايو ماتيز كورية من انتاج شركة دايو، تصميم ايطالي، محرك 800 سي سي 3 اسطوانات بقوة 51 حصان حقن الكتروني. تمتاز بتوفر العديد من الكماليات زي التكييف والسنتر المركزي، فتح الشنطة والتانك من الداخل، تابلو عصري حديث. مميزاتها انها اقتصادية جدا في البنزين، بتعمل حوالي 7 لتر لكل 100 كيلومتر داخل المدينة، وعلى الطرق السريعة الرقم بيكون اقل من كده. سهولة ونعومة وراحة في القيادة، وصالون معقول يكفي لخمس أشخاص. سريعة إلى حد ما وسحب جيد، تصل سرعتها ل 140 كيلومتر في الساعة. تكييفها ممتاز، لكن طبعا بيأثر على السحب نظرا لأنه 3 اسطوانات 800 سي سي. فيها بار حديد فولاذي لحماية صدر السيارة من الصدمات والحوادث لا قدر الله. سهولة الركنة في أي مكان، فهي تعتبر سيارة مدينة بامتياز لصغر حجمها. عيوبها ان صاجها ضعيف جدا وحوضها ضيق جدا، لدرجة ان تلت الموتور تقريبا تحت التابلو. ثباتها ضعيف على السرعات العالية بعد 100 كيلومتر. الشنطة حجمها صغير نسبيا. قطع غيارها موجودة ولكن غير متوفرة. اسعارها معقولة ومعمرة جدا، يعني من الاخر عربية شيك وجميلة ومريحة ومكيفة، وسعرها رخيص وتقريبا مش بتستهلك بنزين. تصلح داخل المدينة وخاصة للسيدات والشباب الصغير. النوع السادس معنا هي الرينو، ومنها فئات كتير جدا زي رينو 5 وال5 سوبر سانك و9 و11 و18 و19 و25 ورينو كيليو ورينو ريمبو وداسيا واوبتيما وميجان. موديل التسعينات كلهم قطع غيارهم قلت، واصبح البحث عنها معاناة، ودول مش هنتكلم عنهم. القطع غيارها موجودة بس هتلف عليها شوية، وحالتها معقولة هي رينو كيليو ورينو ميجان. اما باقي الرينو فلا انصح بشرائهم في الوقت الحالي. بالنسبه للميجان والكيليو مشاكلهم كتير جدا في السخونيه والفتيس وقطع الغيار القليله واللي مش اصلي وسعرها غالي، وكمان سعر اعاده البيع بتاعها بقى ضايع دلوقتي.
عشان كده مش هنتكلم عنهم في الفئة السعرية دي، بس هنقابل الميجان في فئة سعرية أعلى بمواصفات وإمكانيات وعمر مختلف. سابع نوع معانا السيارة سكودا. في الفئة السعرية دي هنلاقي سكودا فيفوريت وسكودا فيليشيا. بالنسبة لسكودا فيفوريت بتتوفر بمحرك 1300 سي سي بقوة 62 حصان وعزم دوران 89 نيوتن متر، وهو محرك بنزين كربراتير. تبلغ سرعة السيارة القصوى 168 كيلومتر في الساعة، وبتتسارع حتى 100 كيلومتر في 17 ثانية، وبتستهلك العربية دي 9 لتر لكل 100 كيلو في المدن، و7.9 لتر لكل 100 كيلو في الطرق السريعة، و8.8 كيلو متوسط استهلاك. بتعمل السيارة بالجر الأمامي مع نقل حركة مانيوال من 5 سرعات. عربية من الآخر زلطة، عفشتها متينة. وعلى فكرة الفيفوريت دي أول جيل لسكودا. في الثبات 10 على 10 لحد ال 120 كيلومتر في الساعة. صاج العربية قوي والشنطة معقولة. الفليشيا ما هي إلا فيفوريت ولكن بشكل انسيابي، بدليل ان قطع الغيار واحدة للاثنين الا فيما بعد سنة 2000، حيث اصبحت الفليشيا انجكشن، لكن طبعا الفيفوريت اوسع في الصالون من الفليشيا. اما بالنسبة للسيارة سكودا فليشيا، من مميزاتها انها سيارات تحمل خدمة شاقة، قوة ومتانة في الصاج والعفشة، عوامل امان بتدريع في الابواب والقوايم متينة وممتازة، شكل جميل ومتطور في فئتها، طابلو اكتر من رائع، اقصى سرعة تصل ل 170 كيلومتر في الساعة، ثبات على الطريق جميل جدا وفي الملفات وعلى السرعات العالية. سعر سوقها ثابت، قطع غيار معمرة جدا وتستاهل ثمنها. يصلح معها البنزين 80 لو عاوز توفر على حساب التسارع طبعا. سير الكتينة جنزير مما يحمي من مشكلة انقطاعه المفاجئ. ومن عيوبها ان مشكلتها في الحرارة مع التكييف، ولازم العناية بدورة التبريد وضبط التكيهات. قطع غيارها غالية شوية، صوت الموتور مرتفع نسبيا عشان موضوع سير الكتينة الجنزير، بس ممكن بسهولة جدا تغير الشداد لو الصوت عالي. وده مش هيكون اخر نوع معانا، بس للأسف طبعا الفيديو طول مننا كالعادة، وعشان نكمل باقي العربيات اللي في حدود السعر من 30 ل 40 هيكون في جزء تاني ويمكن جزء تالت كمان. المهم واحنا في السكة عدينا حاجات كتير بعدنا عنها، زي فئات التويوتا زي الكريسيدا والكورولا والكورونا والتريسل موديلات الثمانينات، والجيب رانجلر موديل السبعينات والثمانينات اللي اغلبهم مغيره مواتير وماشيه بمواتير تويوتا. وانا مش هتكلم عن العربيات دي رغم انها ماشيه في الشوارع حتى الان، بس طبعا مشاكلها كتير وقطع غيارها قلت جدا وتكاد تكون منعدمه، وخصوصا العفشه والصاج والاكسسوار، يعني هتقعد تولف وتلحن وتتعب على الفاضي، يعني بلاش منها احسن. وفي نهاية الفيديو أتمنى يكون مفيد، وأشكركم لحسن المتابعة، ونتقابل في باقي الجزء الرابع علشان نكمل العربيات المحترمة اللي من 30 ل 40 ألف جنيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.